متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن السلطان مراد الرابع حسب ما ذكره الدكتور أحمد أق كندوز. سنجيب أيضا عن الشائعات الكثيرة التي حامت حول شخصيته الغريبة. قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ونشره حتى تساهم في التعريف بالقناة. كان السلطان مراد الرابع طويل القامة غليظ العظام يميل إلى السمنة، ولكنه مع ذلك كان سريع الحركة. يقول عنه المؤرخون بأن السهم الذي كان يرميه يقطع مسافة أكبر من قذيفة البندقية، ويقول عنه المؤرخ الأجنبي هامر أنه لم يكن هناك أي لوح معدني لا يثقبه السهم الذي يرمي به هذا السلطان. ولقد تحدث المؤرخ العثماني نعيمة كثيرا عن قوته الجسدية، وأكد على أنه كان أحد أقوى الرجال على الإطلاق. تجمع المصادر التاريخية على فرح الدول الأوروبية عندما توفي مراد الرابع، وحسب تعبير المؤرخ هامر فقد أطال هذا السلطان حياة الدولة العثمانية وعظمتها مدة نصف قرن من الزمان. وقال أنه لولا قدوم مراد الرابع لبدأت الدولة العثمانية بالانهيار قبل وقتها بكثير. ويحكى أيضا أنه عندما شاهده سفير البندقية والتقى به وهو في عمر 17 خاف من ذكائه وشدة شكيمته، وأحاط مجلس أعيان الجمهورية البندقية بمرأه. عاش هذا السلطان 28 عاما فقط، وقد بقي على عرش السلطنة 12 عاما وأربعة شهور، وقد قضى 9 أعوام تقريبا في ظل ولاية ونيابة والدته، فكانت هذه الأعوام أعوام فوضى واضطراب في الدولة العثمانية. أما الأعوام 8 الباقية فقد حكم بنفسه وأدار الدولة كرجل دولة قدير. قام بإلقاء الرعب في قلوب الشقاة والعابثين، وأخذ زمام الأمور في يده مدة 8 سنوات، ولم يهتم كثيرا بمراعاة القوانين التي وضعها أسلافه، كما كان أفضل جانب له هو قيامه بتطهير بؤر الظلم والفساد. لكن طبعا لا يمكن القول بأن تصرفاته كانت ملائمة طبعا مع الأوامر الشرعية، فلقد دخل حقيقة في دماء بعض الأبرياء ظلما، وقد يكون هذا من أسباب قصر عمره، كما شبهت شخصيته الملحمية بشخصية جده السلطان ياو السليم، إلا أن هنالك عدة فوارق بينهما، مثل أن مراد تولى صغيرا، ومثل أن السلطان ياوس كان يحيط نفسه بالرجال الأكفاء، فيما أحاط السلطان مراد الرابع نفسه ببطانة سيئة. فقيل في هذا أن السلطان مراد الرابع عاش في طفولته حياة مثالية، ولكنه في السنوات الأولى من شبابه أحاط نفسه بزمرة من أصدقاء السوء مثل سلح دار وأمير جونا، اللذان حرك أهواءه وشهواته، مما دفعه لمحاولة اقتراف أمور لا تليق به وبموقعه. والحقيقة أنه لولا هذا القصور لكان مراد الرابع من أعظم السلاطين العثمانيين. سنجيب الآن عن الزعم القائل بأن السلطان مراد الرابع كان من الشاذين جنسيا، حيث قام بعض المؤرخين وبقصد سيء وعن فهم سيء لبعض المصادر التاريخية، وبدون أن يمتوا للأمانة العلمية بشيء قاموا بالادعاء بأن السلطان مراد الرابع كانت له علاقات سيئة، ولكن الدكتور أحمد كندوز كذب هذه الادعاءات. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو. سيكون لنا فيديو قادم عن السلطان مراد الرابع أيضا للإجابة عن أسئلة أخرى. أتمنى أن تعجبكم هذه المعلومات، وإلى اللقاء في تقارير قادمة.